السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتي وصفات ضحى العراق آد دوها كوك. وصفتنا اليوم بهذا الفيديو الجديد هي فتة الباذنجان بأسهل طريقة. إذا هي أول مرة تتابعون قناتي دوسونا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة، وأكيد اللي طعمها جدا لذيذ. طبعا هاي الوصفة جدا مميزة وطعمها لذيذ، مقبلات فتة الباذنجان تقدرون تجربوها وتعتمدوها خصوصا للمناسبات. نبدأ وصفتنا بسم الله. المقادير بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو. راح أحتاج 2 باذنجان حجم وسط، راح أبدأ أقشرهم وأقطعهم بهذه الطريقة إلى مكعبات حتى تكون عندي جاهزة. المقادير بالتفاصيل تكون مذكورة أسفل الفيديو. راح أخليها على جهة، أخليها بمي وملح. صارت عندي كل الكمية مكعبات. راح أضيف ملعقة كبيرة من الملح وأخلطها، وراح أضيف بها الباذنجان. راح أحاول أخليه ينزل بهذا الشكل وأخليه على جهة. راح أبدأ نحضر الصلصة الحمراء. أول شي ضفت ملعقتين من الزيت، زيت نباتي. راح أضيف بصلة مفرومة حجمها وسط، راح أقلبها إلى أن تذبل عندي، وراح أضيف عليها فصين من الثوم المهروس. راح أقلبها كل جديد إلى أن تذبل عندي تتجانس النكهات. وهنا أضفت الثوم المهروس، وراح أضيف عليها مكعبات الطماطة بهذا الشكل، وأيضا راح أضيف ملعقة واحدة كبيرة من معجون الطماطة. أحاول أقلبها بالزيت حتى يكون طعمها أطيب عندي، وأخلط كل المواد حتى تتجانس على النار وسط. طبعا الفتة بالباذنجان راح تكون بأسهل طريقة وراح تكون بدون لحوم. تقدرون تجربون هذه الوصفة للعزومات والمناسبات. ضفت ملعقة صغيرة ملح، راح أضيف بابريكا، رشة من الفلفل الأسود، وأقلبها حتى تتجانس عندي كل النكهات. هنا راح أضيف ملعقة صغيرة من مرق الدجاج أو مكعب ماجي، وراح أخلطها بنصف كوب مي وأضفتها على الخليط. هنا راح أخليها تقريبا 10 دقائق حتى تتجانس وتتماسك بهاي الطريقة، تتسبك عندي. وراح أضيف عليها ملعقتين كبيرة من دبس الرمان، أخلطها كل زين، راح ينطيها طعم جدا لذيذ وتصير الصلصة عندي متجانسة وهذا الشكل. هنا حسيت اكو قطع بارزة، راح اهرسها بهاي المهراسة حتى تكون عندي الصلصة ناعمة بهذا الشكل. وكملت عندي الصلصة وراح اخليها على جهة. راح احضر خبز اللبناني، راح اقطعه الى مكعبات بهذا الشكل حتى يسهل عندي بالقلي ولما اضيفه على الفتة. اكمل تقطيعه حتى يكون جاهز عندي. طبعا الباذنجان غسلته من المي والملح، او راح اخليه يصفى على جهة بينما احضر بقية المواد. راح احضر الصلصة البيضة، راح اضيف 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، راح اضيف عليها ملعقتين من الطحينة الراشي، و3 ملاعق من الليمون. ضفت ملعقة ملح. هنا تقدرون تضيفون فصين ثوم، لكن ما حبيت يكون طعم الثوم بارز عندي لان ضفته على الصلصة الحمراء. هنا خلطتها كل زين حتى تأكدت انها جانست عندي. وبعد ما صفى الباذنجان راح ابدأ بالقلي. راح اقلي اول شي الخبز اللبناني بهذا الطريقة، احاول اقلبه حتى يصير لونه ذهبي من كل الجهات، اكيد مع المتابعة. وبعدها اصفيه اخليه على ورق المطبخ، كلينس المطبخ حتى يمتص الزيت الزيادة. شوفوا لهالمنظر ما شاء الله، صار لونه كلش حلو، لون ذهبي. طبعا تقدرون تشوه بالفرن، تضيفون عليه زيت زيتون وملح
وتخلوه على الفرن بالشوي من الأسفل والأعلى ويصير أيضا بلون ذهب، وتكون بهاي الوصفة صحية أكثر. راح أصفي هنا من الزيت وأكمل قليل الباذنجان. طبعا بهاي الطريقة الباذنجان نقعناه تقريبا نصف ساعة بالمي والملح وبعدها خليناه ينشف. هنا راح يمتص أقل كمية من الزيوت، لما نقليه ما راح يمتص الزيت ويشرب الزيت بكمية هواية مثل ما نعرف كلنا عن الباذنجان، راح يمتص أقل كمية من الزيوت. أكمل أقليه حتى ما يصير لونه ذهبي بهذا الشكل، وأرفعه وأيضا أخليه على كلينس المطبخ حتى يمتص الزيت الزيادة. بهاي الطريقة حتى يكون جاهز عندي. هنا صارت عندي كل المكونات جاهزة، الصلصة البيضة، الصلصة الحمراء، الخبز اللبناني، وأيضا مكعبات الباذنجان. راح نبدأ بصف فتة الباذنجان. أول طبقة راح أضيف الخبز اللبناني المقلي بهذا الشكل، أخلي جزء قليل للتزيين للوجه، أحاول أوزعه بالتساوي. وبعدها راح أضيف طبقة الباذنجان وأيضا أحاول أوزعه بالتساوي حتى يكون متجانس ومتوزع بالتساوي فوق الخبز بهاي الطريقة. وهنا راح نضيف الصلصة الحمراء، طبعا طعمها جدا جدا لذيذة وتكون متجانسة أو تنطي طعم جدا مميز للفتة. فتة الباذنجان بأسهل طريقة، فتة الباذنجان بدون لحوم، وصفة جدا سهلة وسريعة وأكيد لذيذة من وصفات ضحى العراق، وخصوصا لما تتجانس ويا الطبقات. أحاول أوزعها بالتساوي على كل الباذنجان حتى تاخذ النكهة من كل الجهات وبهاي الطريقة. المقادير مذكورة بالتفاصيل أسفل الفيديو لهذا الفيديو ولكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي. والوصفة ناجحة 100%، تقدرون تجربوها وتعتمدوها، ولا تنسونا من الدعاء. وهسه صار دور الصلصة البيضة، راح أوزعها أيضا بالتساوي فوق الخليط. فتة الباذنجان بأسهل طريقة، وراح أكملها راح أزينها للوجه بشوية من الخبز المحمص والكرفس المفروم. وهنا نسيت آخر فقرة، نسيت أشغل الكاميرا وكملت تزيينها. بعدها يلا انتبه شوفوا لي هالمنظر، تبارك الرحمن. فتة الباذنجان بأسهل طريقة، أتمنى تجربون هاي الوصفة وتنطون رأيكم. إذا لحد الآن ما اشتركتوا بالقناة يا ريت تشتركون وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة وأكيد اللي طعمها جدا لذيذ وناجحة 100%. وأهلا وسهلا بكم بقناتي وصفات ضحى العراق، وسهمكم العافية.